يعني هاد الهضره شي واحد ما عارف، ولكن اضطريت غنقول كل حاجه ديالي جبرت مقطع منها. مثلا الشامل مقطع اليد من هنا بجوج، قطعوا لي بجوج اليدين ديالي، التاكيطه قطعوا منها بالمقص، الشورت قطعوا منه، المهم بزاف الحوايج قطعوا منه. رجعت للدار كنت ناوي غنطاحها، عارف انا الانتحار حرام وما مزيانش، ولكن ماشي بخاطري، داكشي اللي فيا كيغلب عليا. المهم عندي عملت لك شي حاجه واجهني، اللي كنت انا ظالمك وارد في حقك، كنسمح لك في الدنيا وبالآخرة وقدام هاد الناس. يعني كنت خدام مع راسي في الارض ديالي، يعني ما بين ليله ونهار كتشوف راسك انت مزعد من بين الشغل. انا اصلا دابا خارج يعني كنقلب على خدمه، انا نبدا حياتي من الزيرو صراحه، نحاول ننسى داكشي اللي وقع. داكشي اللي وقع لي تما يبقى تما، يعني واحد شويه كطلب الخوز من الناس، واحد كيعطيك، واحد كيسمعك الهضره كثرتو، واحد كيزبل فيك حتى من الداخل. والله العظيم شحال من واحد ضرب اللي وقع لي هذا الشيء. بنادم شابك خدام على راسك، ما كتاتي حد، ما عندي العيب مع حد، كنقولها وكنعاود نقولها، ما عندي العيب مع شي واحد. السلام عليكم، معكم بلال البودي، ديك الولد اللي وقع لي مؤخرا داك المشكل على السحر والشعوة هذا. المهم عندكم قصة كيفاش بدات. كنت عادي بحالي بحال اي واحد خدام في وسط العائلة ديالو بخير، خصو تا غير الحمد لله بالصحة ديالي وكلشي ديالي. انا نهار 25 في رمضان، من نهار الاثنين، ما عرفتش الاثنين ولا الاحد في رمضان هذا، يعني هاد الهضره شي واحد ما عارف، ولكن اضطريت غنقول. اختي صبنات الحوايج كنت غنخليهم داخل، انا بزز على قطع عملهم برا باش غدا الصباح الاثنين اللي هي 11، غدا الاثنين غنمشي نسوق مع بابا 26، نمشي غاد حسان غاد راك الامور ديك، انا نستعد 26 صافي. خرجت مسكينه تما مع المغرب، صبنتهم خرجتهم باش الصباح الاثنين يكونوا شافوا غنديهم. يعني صبنت لي الحوايج ديالي كاملين، بقاو لي جود اللبسات ملي خرجتهم. صدق الصباح الاثنين بالضبط صبحت ماشي هو هذاك، مباليش نمشي مع الوالد الباب برد، مشى بابا وخاي، ما صبحت مرون، بقاو دوك الحوايج تما تاعهم واحد الكاوزة حدا الدار حتى العشية 26 مع المغرب. صافي بغيت نضرب شي تحميمة، مشيت نجيبهم، كانت بان واحد التاميرة مقطعة من يدا، كل حاجه ديالي جبرتها مقطعه منها. مثلا الشامل مقطع لي يد من هنا بجوج، قطعوا لي بجوج اليدين ديالي، التقاشر عباوني بجوج، كان عندي مثلا جوج، داو لي واحد كما كنقول وحده بحال جوج التقاشر، يعني واحد اللبسه التقاشر وخلاو وحده. التاكيطه قطعوا منها بالمقص، الشورت قطعوا منه، المهم بزاف د الحوايج قطعوا منه. صافي انا صافي ما قلت حتى للوالد، الوالد كان ماشي للجامع وخاي. صافي عيط لاختي قالت لي انا صبنت الحوايج خرجتهم عادي نشرتهم ما شفتي. صافي ملي قلت للوالده صافي تعصبت وعرفت شنو كاين، صافي قالت لي ما تقول شي. مشيت نعست ديك الحوايج نيت، صافي جيت للوالده ترونت ملي لقيت عليا ديك الحوايج اللي كانوا برا، جبرتهم بحال اللي مرشوشين بشي نقاطي بويا كحل مخلطين. الوالده صافي قالت لي دابا غنوض غتعاود الدوش غتحيد عليك هاد الحوايج مستحيل تخليه. صافي حيدتهم، تاقيت الحوايج الاخرين بحال لي شويه، كان عندي واحد جوج لبسات اخرين مصبنين داخل. صافي ديك العشيه 26 كازات عليا كحله الصراحه، الله مكذبش عليك ديك العشيه هذيك كنت فكرت غنتحر ديريكت. الوالده مسكينه بقات حاضياني، عاقت بيا انا ماشي حاجه، صافي بقات مراقباني في واحد المحل الضال داخله خارجه. خوتي ما الصراحه ما غفلوش عليك، صافي تا السحور يقوني في الدوخة ماشي هنا نطيح. صافي الوالد بوري ما هدرش معايا، صافي ما جاتو الصدمة، قال لي الله يشافيك ودعي الله وصلي زعما وما دعملش ببالك، يعني ما تفكرش هاد الشيء، هاد الشيء ما تأثرش براسك، الحمد لله النية ديالك تغلب عليهم. صافي بقيت هيدك ماشي، كنخدم عادي، ما كنمشي للقهوة، من بلي ما عندي صحاب غير الدار الخدمة، الدار الخدمة. كان قنط بالعكس، اللي كان قنط كنحس براسي ماشي والي، بابا خاي الوالدة في الدار هكا بلال خرج بدل جو، كان تحالي الشوان عند اختي ولا كان ممكن سافر داك 3 ايام 4 ايام عادي جدا. المهم حتى لواحد السيمانة بديت كنحس براسي شوية كما كنقولوا عييت فيا، لكن عادي صافي. قلت انا ما نعرف يمكن العياد الخدمة ولا ما نعرف، لكن واحد العشية بالضبط العشية بالنهار الاثنين 16 في الشهر هاد الشهر هذا في شهر 7، كنت في الدار عيطت لي خالتي قالت لي جا خايد تقصر معايا،
وطلع خالتي ما في يوم يمشي اكدت عليا، مشيت لعندها خسرنا صافي. ديك العشيه حسيت براسي في الدوخه، في واحد العيه. المهم حسيت براسي ماشي هو داك. خالتي عاقت لي، قالت لي سير بحالك اخاي نعاس. مشيت بحالي نعاس، صافي جاتني الضيقه، نط في ديك الليل سديت الباب وخرجت بحالي. صافي ملي خرجت بحالي قلت غنضرب غير دوير حدا الدار خالتي هذا شويه، نجيب شي دوره طرف فيا الهوا وبنادم طلق منو ديك العيا. صافي مشيت بحالي هي هذيك، بقيت ماشي ماشي من دوار لدوار مع الوحده اللي ودن عليا البزر في السبته. مورت صباح ليا صباح في الكروش، يعني ماشي مع ديك القذفه وديك الضيقه اللي فيها، غير ماشي كنجري غير ماشي، يعني ماشي ما واخا كان عيا كنبغي نرتاح ما صافي. ديك الضيقه ما كتخلينيش مغلب عليها. مشيت بحالي حتى لبني رزين على رجلي، كانت عندي 20 درهم في الجيب، ركبت بيها الباب برت. الباب برت هاني بقيت تما كما كنقولو تدرعام. صبت واحد الولد مسكين الله يجازيه بخير، هو قطع لي حتى للدردارة. صافي في الدردارة تما حسيت براسي درون تعاود. صافي خصني نشبر شي طرا، كنشوف أي بلاصة ما مرتاحش فيها، غير كما أنا ماشي خصني نكون غير كنتحرك، كما ماشي كنجري بحال لي كتحس براسك شوية شوية. صافي المهم درت واحد 4 أيام د الطريق بالحفا، غير 12 في رجلي، يعني 4 أيام بالليل بالنهار مكنتش كنريح، يعني كتريح مي تشوف راسك عييت ولا أكثريا كنت كنتمشى بالليل حيت البرودة وما كاينش الشمس. المهم دارت واحد المسافة طويلة، 4 أيام الأولية فيا الجوع، ما شحال الناس كانوا هما بالعكس كيعطيوني ناكل كندابز معاهم، يعني بحال نقدر نقول لك عندي تخوف من بنادم. أي واحد كنشوفه في الطريق كنقول فهمتي كنخاف منه، يعني واحد 4 أيام الأولية العقل ما كاينش، بحال ديك السفينة في وسط البحر الموجة اللي جات كضرب. صافي بقيت هيديك تا كنصيب راسي في كازا. صافي محطة دولة زيان ناعس. صافي عاد بحال اللي بديت شوية، يعني واحد شوية كطلب الخوز من الناس، واحد كيعطيك واحد كيسمعك الهضرة كترتو، واحد كيزبل فيك حتى من الداخل. والله العظيم شحال من واحد ضرب هو بعد بنادم ما كيقول كلمة الخير ما كيعاون، يعني كطلب له الخبز شنو يقاد الخبز في الاخر كيسمعك هضره. شحال من واحد قسما بالله طلبت له خوز هيدا في المطعم كيكون كياكل وشاطط معله كيزبل فيا كثرتو سير الكتابي ديالك قد الحلوف وكيشوفك لابس وكيحكم عليك، يعني ما ولكن الحمد لله نقدر نقول لك هاد القضيه غيرت لي بزاف ديال الحوايج في العقليه ديالي، مابقيتش نحكم عليهم. بديت انا لو وقع عليا شي واحد في الزنقه ما نحكمش عليه، واخا يكون كما بغا يكون، الحمد لله فيها خير، واخا كان فيها بزاف كما كنقولوا د العراقيل كان فيها خير بزاف. يعني ما نحكمش على بنادم، ما ناذيش بنادم، ما نظلمش الناس، وقع عليا شي واحد نعاونو ولو بالكلام ديال الخير وكل شيء. والصراحه الله كانت واحد التجربه صعيبه بزاف بزاف، ومن هذا المنبر بغيت نشكر كاع ديك الناس اللي كانوا كيتعاونوا معايا بالكلام ديال الخير، اللي عطاني الخبز للي، ونشكر واحد السيد مسكين اللي عطاني منطه حاليا عندي في الدار صبنتها ونخليها ذكرى، عطاها لي في اكادير في تغازوت بالضبط، واحد البلاصه خارج على اكادير، عطاها لي مسكين وعطاني 50 درهم وكلني. قال لي اخاي ما صيفط لك جهد، يعني كاري ولادي في الدار ما نقدرش ندخلك، وقاني في واحد البلاصه مامنه. وش غنقول لك، ما ضربت 12 يوم، يعني كازت بزاف د الحوايج. نقدر نقول لك من طنجة لتطوان لشاوان والزنق نطرة الرباط، المهم بزاف د المدن جيت نعاود راه ما نساليش. وشكرا حتى لواحد المرأة واحد الراجل مساكن في بركان، عطاوني واحد الصندالة كنت كنتمشى بالحفا، وحاشاكم راه دوز كانوا ناضولي في رجلي، وعندي فيديو تليفون يعني هادشي بالدليل، هما صوروني قوة الطريق الرجلين ديالي، يعني بقيت 4 أيام ما كنقولش على رجلي. عطاوني الصندالة تهلاو فيا مساكن، داوني للدار دوزت الحمد لله، تعاونوا معايا الله كثر خيرهم. ومن هذا المنبر بغيت نشكر جميع الناس اللي تعاونوا بالكلام ديال الخير ولا بالكلام ديال العيب، الله يرحم لهم الوالدين. وصراحه انا كنهضر النفسيه ديالي داخل الله العظيم مريض، كنهضر والهضره كتخلط، ولكن قبلوا عليا وصافي. كنت كنسافر هيدا مره مره، الانسان مره كيطير القنط كما كنقولوا وكتبدل الجو. وكنت كنصبر اصلا باش بنادم مع مره مره يصور شي فيديو، هذا ما عندي واحد لاشين في اليوتيوب كنصور، يعني كما كنقولوا داك الشيء عندنا هوايه، يعني خدام في الجبل، لكن ديك القناه عندي كنلوح فيها ديك ستوريات داك الشيء مثلا
كنصور فيديوهات كنزل، عطاني بها واحد الطريق في الارض، بقيت كنخدم فيها كنحيد له، ممكن ما كنقولوا حنايا كنصلحوا صلاح ديك الطريق في الارض، بقيت كنخدم لا راسي كنصورها في تجيب العيده الخدمه ديالي اللي كان يعني كما كنت هي مستاخيه لاباس، هي كنضحك مع الدراري كنقيها تما صافي. يعني بالنسبه لي انا واحده من هاد الزوج ولا هاد الزوج بيد السبب اللي وقع لي هذا الشيء. بنادم شابك خدام على راسي وكد اتي حد، ما عندي العيب مع حد كنقولها وكنعاود نقولها، ما عندي العيب حتى مع شي واحد، ما زعما ما عندي كريريات حتى مع شي واحد صراحة الله. الحاجه الوحيده اللي نقولها مع راسي واش نموت ونخرج من هنا تبقى لي شي حاجه احنا في الدنيا، الحاجه الوحيده اللي كيسني واحد الود من تيطون، هذاك عادي جدا، واحد الانسان من اطيب خلق الله، هذاك كيسني بالعكس ما كيهضرنيش على فلوس، كنقدم له التحيه من هذا المنبر، محمد مولاي يوسف مولاي هذوك الناس ما عمرين ننسى الخير ديالهم، حتى واحد الولد ايوب ازعب من تيطو، يعني كيتعاونوا معك ولو بالكلام الخير. ما عندي لعب مع شي واحد، ما كيسني حتى مع شي واحد، خرجوا بعض الاشاعات كيقولوا بانه انا خاطب، سمعت انا ما مزوج ما مطلق ما خاطب ما هضر شي بنت، باقي دراسي فكره الزواج باقي دابا، ماشي ما فكرتي فيها، وانما بنادم كنا كنوجدوا راسنا كنا خدامين، يعني والانسان بيفكر في الزواج الخدمه هي الاولويه هي الاساس صافي، حنا داكشي كنا خدامين، ولكن الصراحه حطموني والله العظيم قطعوا لي رجلي. شي دراري هما كانوا ماشيين في واحد المقبره بلا ما نذكروا السميه ديالها، ما عرفتش واش ثلاثه ولا جوج دراري، المهم ديك الدراري هما جبروا داكشي الصراحه الله، انا والله والله العظيم ما عرفتش القصه كامله، ما بغيتش نعرفها وما عاودوليش الوالدين، عاود لي غير خاي واحد اللقطه قال لي واحد ثلاثه الدراري ولا جوج ما عرفتش بالضبط باش ما نغلطش، قال لي هما جبروها، ملي جبروها صونوا على خاي بالضبط، ما كيعرفوش هذاك خاي، غير سردوها له قالوا له واش كتعرف هذا، قال لهم خاي علاش، قالوا له جاوبنا، قال لهم هذا خاي، خاي حزام انا انتحرت ولا صافي تخلع، قال له اذا صونوا عليا شي دراري حيت خاي كان كيقرب ديك الدوار هذاك صافي. قالت له الوالده دابا شنو كيقولوا، قال لك يقولوا خصهم التصويره ديالو، ملي سرد لهم نفس التصويره خاي صافي تاكدوا بلي انا خا صافي، تما صافي ناضت الروينة، العائله الوالدين كلشي كيقلب، ناضت بالصحابه بالدراري كي بارطاجيو، ومن هذا المنبر بغيت نشكر واحد الولد اللي ما نساش الخير ديالو، عبد الاله الصحفي من باب درت بوبري بارطاجا وقال الكلام ديال الخير وعمل اللي في جهده الصراحه، ماشي بحال شي ناس الصراحه الله ما والله العظيم شكال، يعني انا ضايع، يعني هذه روح ضايعه، يعني خصنا نتاسفوا ونقلبوا، الانسان ماشي بحال شي ناس بلا ما نذكروا السميه ديالهم، ولكن الصراحه ما تقبلتهاش جاتني حريقه، كيفاش احنا انسان ضايع ما عرفناه لا واكل لا شارب لا، هو خصو 200 درهم غيبارطاجي لك، ما تقبلتهاش والله العظيم. شنو نقول لك اخي سفيان، الصراحه بالله ملي كنقرر راسي مع غير الاول شهر 7، انا اصلا من 15/7 حتى لهذا النهار هذا كنحس براسي مرون، كنت مزيان يعني نقدر نقول لك كنت كنشوف الاخر العام باش بنخرج، كنت كنفكر نعمل شي مشروع بسيط نعمل شي حاجه المهم نفرح راسي ونفرح الوالد، لكن دابا نقدر نقول لك ديك صافي تحطمت، بقيت عندي فكره نخدم في الجبل صافي تعقد، سمحت في كل شيء في الارض اللي عاطيني بابا كل شيء الوالد والله العظيم. والبارح نهار السبت جابني باب برد بوبري قريب يبكي ابني يلا درجع غير كل وشرب ونعس ما تقي والو ما نعمل حتى شي شغله حتى تحس براسك بخير، كنقول له بخير لا تقي فيا دعي معايا وخليني نمشي ولو نعيش الشارع صافي، قلت له قلت له دزوا عليا راه غنتحر، انا ما كنصيبش الراحه ديالي تما، انا حتى مع الوالدين كنصيب راسي لا دابا حاليا ملي وقع لي هادشي مع الوالدين كنحس براسي ترود، تخيل انت يمك تجي تقول لك ابي كيف بقيت هي كتهضر وانت كترود، يعني مع خوتك في الدار، يعني بالعكس انا اخوتي كيعاملوني من قبل من هذا الشيء والله راهم كيعاملوني في شكل حيت داخل سوق راسي ما كان ادي حتى شي واحد، بالعكس مع خوتي في الدار مع العائله مع عمامي مع خوالي مع ولاد عمامي مع ولاد خوالي، يعني في شكل سالم سالم ما كنمشي عند حد ما كنعاشر حد ما يعني كنت خدام مع راسي في الارض ديالي، يعني ما بين ليله ونهار كتشوف راسك انت مساعد من بين الشوارع، اصلا دابا خارج يعني كنقلب على خدمه، يعني انا نبدا حياتي من الزيرو صراحه، نحاول ننسى داكشي اللي وقع، داكشي اللي وقع لي تما يبقى تما صافي، ما بغيتش نتفكر، الناس كيجيو مساكن عند الوالده دابا حاليا كيسقسوا لي، ولكن صافي انا اختاريت نخرج حيت مستحيل نبقى تما كتخرج لي بخير، حيت انا بابا عباني الدار الصراحه، غنقول لك
قاموا بواحد سنقول لك بواحد المعامله كبيره قسما بالله، الدوار الرقيه الشرعيه، حتى الوالده مسكينه في النهار هي كانت كتحضين، والساده واحده كنعسوا عليها بجوج كتبقى تحضيني عندي نعمل. صراحه الله كنقولها لهم هذا المنبر اللي ما عارفين راه كما كنقولوا ما عطاونيش فرصه فين نقيها ولا حتى من يعني ما كانوش كيخلوني تنطلل تمصر. صراحه ما نكذبش عليك رجعت للدار كنت ناوي غنطاحر، عارف ان الانتحار حرام وما مزيانش، ولكن ماشي بخاطري داكشي اللي فيا كيغلب عليا. المهم خصني نبعد، هي جوج الحوايج دابا انا حاليا عندي جوج الحوايج، يا نبعد من الدار يا نرجع للدار انتحر. صافي ما نكذبش عليك وصلت للعطا صافي، لا الجبل الجبل وبصفه عامه تما ما رجعتش، ولو تقول لها 200 درهم في النهار والنعاس نعس غير نعس وتخلص ما غنرجع. صافي اهم حاجه هي بنادم الراحه ديالو، انت بيديك لما كنتي مريح في واحد البلاصه ما انت ما غنصيبش الراحه ديالو. دابا حاليا كنقلب على خدمه نبدا حياتي بحالي بحال الناس، وان شاء الله ان شاء الله الا بدا ربي شي ساعه الخير ربي كبير وسبحان مبدل الاحوال غنرجع. بقيت هيدا راه مستحيل تنقول لك انا زعما الصراحه با ما عنديش شي شواهد، ما عنديش زعما شي ما كنقولوا شي ديبلوم، قرينا واحد البركه في الجامع دخلنا على المدرسه يعني كما كنقولوا التعليم العتيق قريت الرابع. انسان محارب الاميه بقيت لي خدمت انا صراحه ملي كنت بالصحه ديالي قبل ما يوقع هادشي خدمت في البني في القبس في بزاف د الخدام. يعني دابا حاليا انا نقلب لشي خدمه في شي ريستوران في شي مطعم شي قهوه، وكاع الخدمه اللي نقدر نقول لك اللي فيها الاجر وكنرتاح فيها فايت لي خدمتها هي ديك عامل النظافه في الشارع، احسن خدمه كتعجبني كنرتاح فيها الصراحه، صافي فيها الاجر وما فيهاش شي ثقال. انا ماشي كد عندك اصلا فيها الاجر مع الله سبحانه وتعالى وكما كنقولوا والسالير ديالك الحمد لله. وبصراحه انا ما كانش حتى في شي واحد ما عندي لعب حتى مع شي واحد، ما كما كنقولوا ما عندي حتى شي واحد قبلت عني كاين شي كذا، ما كاينش هاد القضيه هادي. حيت بزاف الناس خرجوا افلان قالك افلان، بالعكس انا الا كان عندي لعب مع شي واحد راه غنخرج ديريكت نقولها، ماشي غنقولها غير في المنابر الاعلاميه، راه غنخرج للشارع ونغوت بيه. حقاً انا اعوذ بالله من قلت انا الظلم ما كنحملوش. وحاجه واحده اللي بغيت نقولها لهذا الانسان اللي اذاني، بغيت نعرف حاجه واحده، شنو السبب اللي خلاك تاذيني في الصحه ديالي وتحطم؟ عندي عملت لك شي حاجه وجان اللي كنت انا ظالمك غلط في حقك، كنسمح لك في الدنيا وفي الاخره وقدام هاد الناس قدام اي واحد كنسمح لك وكنوعدك بيني وبينك غير وجهني، شنو السبب اللي خلاك تاذيني؟ شي حاجه لو كنت انا ظالمك غير واجهني الله يسامح لك واجهني، اجي عندي قول لي ابي لن تظلمتني، انت قلت لي ولا انت عبيت لي ديالي ولا سرقتني ولا 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 المهم اي حاجه غير غير واجهني كنعطيك عهد الله. يمي سمعت شي واحد من دوك واخا الوالدي. وواحد النصيحه بغيت نقولها لجميع الشباب يعني لجميع الناس المجتمع كامل، هي بنادم ما يخالطش الصحاب بزاف وما يعملش الثقه بزاف وما تعاشرش بنادم بزاف، ونادم يحافظ على الصحة ديالو. حيت أنا بيدي خد واحد النهار عادي عندي الصحة ديالي عادي، كنشوفو غير في شي حوايج اللي بعادي خصنا نقيو خصنا نعملو، والصحة عندنا ما كنرجعولهاش البال. أنا دابا واقف على الصحة ديالي وما جبراش، أقسم بالله العلي العظيم من 15/7 لدابا الخبز كناكل بحال اللي كناكل التراب. النعاس ديك الحلاوة النعاس ما كنعرفهاش، كنعس موسوس مخلوع. يعني الإنسان ما يعاشرش بنادم بزاف وما يثيقش وما تخالطش مع بنادم بزاف. واخا انا كنعطيكم النصيحه انا راه ما كنكبي ما عمري عملت شي بليا، وان شاء الله بفضل الله سبحانه وتعالى والدعوه ديالكم والمجهود ديالي ان شاء الله والانسان والعزيمه نرجع كما كنت ان شاء الله الصحه ديالي والخدمه. وكنتمنى تسمحوا لي حقاش كنهضر والله العظيم كنهضر غير ماشي كنهضر ما عرفتش حتى شنو كنقول، يعني حتى لا قلت شي هضره سمحوا لي بزاف وهذا ما كان. وكنتمنى اللي شاف هاد الفيديو يتعاون معايا غير بحاجة واحدة هي الدعوات. وصراحة الله الصباح ملي كنشوف الناس كتدعي وكتصوني الحمد لله، يعني بحال لي واحد الحاجة مزيانة، يعني كتحس براسك بحال لي مرتاح، الناس كتدعي معاك الناس وبزاف ديال الناس خدمنا مع بعضنا يعني تفارقنا بقات كتجمعنا شي يعني شي كما كنقولوا شي علاقة. دابا الحمد لله كيدعيو معايا كيعرفوني الناس اللي قرينا مرة الحمد لله غير ديك الدعوة تبارك علي الحمد لله، وما كيزيدوني واحد القوة واحد التستيع واحد التحفيز القدام.
تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.